هذا وقد أكد الرئيس السيسي في مداخلته تعقيبا على كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد على ضرورة ربط سوق العمل بالتعليم. وأشار الرئيس السيسي لأن هناك 700 ألف خريج جامعي سنويا، وهو أمر مقلق خاصة وأن سوق العمل لا يستوعب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين. لما أعمل اختبار ل 200 300 ألف من خريج الحاسبات وكلية الهندسة، ألاقي المعايير تنطبق على كام؟ أي حد من السادة الزملاء يقول اللي ورا مني كم؟ 50%. أنت كده مش بتظلم شبابنا؟ مش بتظلم شبابنا؟ مش بتظلم تعليمنا؟ 50% يعني 300 400 ألف، ألاقي فيهم 150 ألف؟